حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف سعادة السيدة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. مرحبا بك سيدة دلال في نشرة أخبار الثالثة. وبداية، كيف تقرأين انعكاس ميثاق العمل الوطني على تطور العمل السياسي في مملكة البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بموجب طبعا ميثاق العمل الوطني الذي تم بتوافق وبرقبة ما بين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم والإرادة الشعبية التي نعتز بها كبحرينيين كوثيقة تاريخية، أرسينا مع ثوابتنا الوطنية الراسخة وتطويرها بما تحقق مع مزيد من مباشرة الممارسة الديمقراطية وكفالة ضمان الحقوق والحريات للأفراد وتحقيق السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية. والحمد لله يعني احنا شهدنا هذا التطور الملموس في العمل السياسي والتحول الديمقراطي البارز الذي تطلع إليه أيضا شعب البحرين، وهذا الأمر طبعا مبني على واقع الحياة السياسية في البحرين والمؤشرات والإحصائيات التي انعكس معها تقدم هذا الوضع. أيضا وجدنا هذا الأمر منعكس تماما في مستوى التقارير الإقليمية أو الدولية التي تصدر بهذا الشأن، وما تضمنت تلك التقارير من ملاحظات أشادت بمستوى التطور الديمقراطي. نعم سيدة دلال، تحديدا في موضوع صون الحريات، ما هي أهمية الميثاق والتعديلات الدستورية التي جاءت بعد الميثاق في صون هذه الحريات والذي أدى إلى خلق مناخ أكثر انفتاحا لممارسة العمل السياسي؟ في الواقع يعني مخرجات الميثاق في هذا الجانب كثيرة ومتعددة، يعني وأبرزها كان حق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة وصنع القرار بشكل خاص في المجال النيابي والبلدي، تقرير حق مشاركة المرأة بنصوص واضحة ثابتة في مباشرتها لكافة الحقوق السياسية، مبدأ سيادة القانون بمؤسساته الدستورية، استقلال القضاء وتعزيز آليات العدالة ووسائل الانتصاف، إنشاء المحكمة الدستورية، كلها حمت هذه الحقوق والحريات، وجود مناخ أكثر انفتاحا بالنسبة للجمعيات السياسية والنقابية في العمل الديمقراطي، تعزيز عمل مؤسسات أيضا المجتمع المدني وحرية التكوين، ضمان الرقابة المالية والإدارية يعني مرتبط تماما بحماية المال العام، جميع الحريات الشخصية قررت بمبدأ المساواة أمام القانون، تحقق معها العدالة الاجتماعية ومنها حرية التعبير والعقيدة والتعليم وغيرها من الحقوق. فالحمد لله أيضا عملت الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه في إنفاذ تلك التشريعات، وبحرص من سموه في التعاون والتشاور مع السلطة التشريعية. فنجد أن كل الحقوق اللي تم ذكرها يعني الآن وضعت كنصوص في الميثاق والدستور، أعقبها صدور هذه القوانين الخاصة التي يعني نظمت الإطار الحاكم، وشهدنا واقع الفعل في الحقوق. نعم. إن شاء الله تكون مملكة البحرين دوما في رفعة ومكانة مرموقة في ظل قائد مسيرة الوطن جلالة الملك المعظم. بإذن الله. سعادة السيدة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.